السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في هذا الفيديو الجديد اللي غنقدم لكم فيه واحد المعجنات ساهلين وبساط وتقدروا تستعملوا من عجينه واحده جوج الانواع ديال المعجنات. بقاو معايا ما تمشيو فين باش تشوفوا الطريقه والمقادير ديال هذه الوصفه. واللي مازال ما اشتركش معايا في القناه اشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديال القناه، وشكرا جزيلا على الدعم ديالكم. بالنسبه للعجين غنحتاجوا المقدارين من دقيق الفورص مع مقدار واحد من دقيق الفينو. هنايا جوج زلايف فورص مع زلافه ديال الفينو مع شويه ديال الملح. غديروا شويه ديال السكر باش تقرمش تحمر فيسا، ومعلقه كبيره ديال الخل. وغادي نعجنوا العجينه بشويه المدافي باش ما تبقاش قاصحه. نقسموا العجين لأربعة ديال الكويرات ونخليوها ترتاح. نخليو العجينة ترتاح وندوزو نصايبو الحشوة. الحشوة غنحتاجو البصلة، الفلفلة، خيزو، كورجات. غنقطعو كلشي. البصله هي الاولى ونديروها في المقله مع شويه ديال زيت العود مع مليحه ونخليوها تدبل. نقطع الفلفله حتى هي صغيره ونزيدوها على الحشوه او البصله اللي شحرنا مع زيت العود والمليحه. نحكو هذيك الخيزوه في لابارتي اللي كتكون غليظه ونحكو حتى القريعه.
ضيفوهم للمقلات ونشحروا كل شيء. التوابل غنقدروا نستعملوا شوية ديال التحميرة، شوية ديال البزار، وشوية ديال القزبر كارم، وهذا الشيء اللي غادي ندير فيه في التتبيلة مبدئيا. نخليو هذا الشيء يتشحر وندوزو نكملو المراحل. ناخذ الشعريه الصينيه وغنخويو عليها الماء طيب ونخليوها ترتاح حتى تطيب مزيان. من بعد ما كتطيب وكترخى كنقطعوها بالمقص على هذا الشكل، او كنصفيوها ونقطعها بالموس. انا كنقطعها بالمقص هي الاولى بحال هكا، وعاد من بعد كنصفيها. من بعد ما كنقطعها طريفات صغار غادي نصفيها ونزيد على الحشوه ديالي. كما كتشوفوا نزيد هنايا الزيتون مقطع، شويه ديال الهريسه، شويه ديال لاصوص صوجا، حك ديال طون كبير او اي حاجه ممكن تستعمل، شويه ديال الدجاج، دار ديال الدجاج او والكفته. الحشوة كتبقى اختيارية، تقدروا ديروا اي حاجة. خلطوا كل شيء، ومن بعد نزيدوا شوية ديال المعدنوس مقطع طري، ونخلطوا هاد المسائل كاملة ونخليوها نحتفظوا بها حتى نوجدوا العجين. العجين غنحتاج هنايا شوية ديال الزبدة مذوبة. غادي ناخد كل كرة من هاد العجين وغادي نقرصها فوق هذا الرخام، نقرصها مزيان كيف ما غتشوفوا. غتقرص حتى كتولي شفافه، ونستعن بالزبده باش تجيني مورقه. من بعد ما قرصت مزيان وزدت فيها الزبده وسرحتها مزيان، كنعاون بالزبده مزيان، كنورقها مزيان كيف ما كتشوفوا. طويها على أربعة ديال الجهة الأولى، وندير ثاني الزبدة ونعود نطويها على الجهة الثانية، ونزيد عليها الجهة الثالثة باش نكون واحد المربع. على هذا الشكل، ومن بعد كنحتفظ بها ترتاح وندير الكويره الاخرى ونستمر على هذا الشكل حتى كنكمل اربعه الكويرات ديالي.
بعد ما كملت جميع الكويرات في الطي كناخد الاولى اللي بديت بيها وكنسرحها مزيان حتى هي حتى كتورق لي مزيان، يعني كتسرح مزيان. كنجيب الحشوه وكنمددها في الجنب ديال على الطول في الجنب ديال العجين كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه، نسرحها في الطول على طول العجين. ومن بعد كنلوي فوق من العجين على هذا الشكل، ندوروا عليه على شكل بحال الشكل ديال الكوميره اللي غنديروا. وغنقطع على هذا الشكل ونجيب شي لاطه ديجا دهنتها بالزيت ونحط فيها هاد الحربوله هذه، وغادي نستمر في هاد الطريقة الأولى، ندير نفس الطريقة الأولى حتى كنكمل العجين. تقريبا هاد الحشوه خدات ليا جوج ديال الكويرات اللي مددتهم واللي طويتهم وعاود سرحتهم. من بعد ما حطيتهم هنا في اللاطه غادي نقطعهم هكا على شكل بحال السيجار، وكنشعل الفران يسخن وكندخلهم يطيب. جوج كندهنهم قبل ما ندخلهم الفران بديك شويه الزبده اللي كانت بقات ليا من التوراق، وعاد كندخلهم الفران. تقريبا جوج كرات ديال العجين اللي ورقت واللي طويتهم على اربعه هما اللي داو ليا هاد الحشوه، وبقاو ليا جوج كرات اخرين غادي نوريكم في المرحله الثانيه اش ممكن نوجدوا بهم. Thank you.
الفكرة الثانية بدك جوج كرات التانيين أو جوج المربعات التانيين اللي بقاو ليا غادي نمددهم بحال هكا، غندير فيهم شوية ديال الزبدة ونمددهم مزيان ونقسمهم على أربعة وناخد تفاحة نقشرها ونخويها من الوسط ونقطعها على شكل دوائر وغندير فيها شوية ديال سنيدة في كل وحدة، شوية ديال الزبدة، طريفات ديال الزبدة. مهم من هذاك الشيء اللي عندنا نوجدو اللي بغينا. هنا درت شوية ديال الروح ديال داك الزهر ولا فاني اللي موجود عندكم، انا ما كانتش موجوده عندي فاني سنيده، درت هذه. غادي نجمعهم هكا نطويهم على شكل مربعات ونجمعهم مزيان من الجناب باش ما يخرجش لينا داك السنيده وداك الشيء، وناخذ طريف ديال التفاح ونحطه من الوسط. تقدروا ديروا لي سوريز كونفيت كتجي المنظر ديالهم احسن. كيف ما قلت لكم انا استعملت داك الشيء اللي عندي في الدار. المربع الثاني غندير ليه نفس الطريقه كيف ما كتلاحظوا، حتى هو تفاح دوائر، يكونوا الدوائر شويه غلاض بس ملي يذوب داك التفاح مع السكر كيجي واحد المذاق رائع. شويه ديال الزبده وشويه ديال السنيده ديال روح الزهر وكنكمل هكا. كنحطهم في اللاطه ديجا مدهونه وكنطيبهم في الفران حتى كيطيبوا مزيان كيجيو مقرمشين. ومن بعد ما طابوا لينا، انا درتهم بالجنجلان، من بعد ما طابوا لنا لي سيغار هما كيجيو على هذا الشكل، كيجيو مقرمشين وكيجيو زوينين بساطين. يعني عجينه وحده تمجد بها جوج الحوايج وكيجي كل حاجه ومذاق ديالها وكل حاجه والنكهه ديالها. هادو مالحين. والفكره الثانيه حلوه، ماشي حلاوه كثيره لان راك عارف العجينه درنا فيها الملحه، كما بين الملوحه والحلاوه كتجي زوينه. هانتوما جات قرمشه ديال هاد السيكار رائعه وجات البنه ديالها رائعه، عجبتني بزاف ونتمنىكم تجربوها. وفي نفس الوقت هادوك الفطائر ديال التفاح جاو حتى هما غزالين منسمين بهذاك الروح ديال الزهر، جاو زوينين بزاف. نتمنى ان الفكره ديال اليوم تكون لاعجابكم وتقدروا توجدوها في رمضان، لان عارف رمضان كنبغوا شي حاجه تكون مزروبه وبنينه وسريعه وتوجد بسرعه. وكنتمنى لكم رمضان مبارك كريم، الله يوصلوا لنا بخير وعلى خير، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.